من أهم الفيديوهات، هذا الفيديو من أهم الفيديوهات بخصوص الشهادة الثالثة ووجوب الشهادة الثالثة على مبنى السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه وقدس الله روحه. إن شاء الله راح نستمع إلى كلام من السيد ضياء الخباز. قبل أن نستمع إلى كلام السيد ضياء الخباز، أحب أنه أبين النماذج الثلاثة بخصوص هذا الموضوع. النموذج الأول شخص يقول بالشهادة الثالثة، يقول بالشهادة الثالثة في الصلاة، ولكن لا يكفر من لا يقول بالشهادة الثالثة ولا ينتقص من العلماء، وهذا شخص محترم ومبجل. الشخص الآخر نموذج آخر لا يقول بالشهادة الثالثة ولا يهاجم، لاحظوا دققوا، لا يهاجم الشخص الذي يقول بالشهادة الثالثة، وهذا صنف محترم ومبجل من الصنف الأول. المشكلة والكارثة والطامة هي حقيقة من الصنف الثالث، اللي نتمنى لهم الهداية بمحاربتهم إلى العلماء بطريقة يعني غير واضحة المآلب، إلا هجوم لمجرد الهجوم وانتقاص لمجرد الانتقاص. أبين هذه النقطة الثالثة أو الصنف الثالث. شخص يقول بالشهادة الثالثة، وبمجرد أن يسمع شخص لا يقول بالشهادة الثالثة، أنت ناصبي، أنت كافو، أنت منافق، أنت لا تعرف قدر الأم، أنت وأنت وأنت. لماذا لا أعرف قدر الأم؟ ليش؟ يعني شنو اللي بدار من عندي؟ أنا اليوم تسألني لا أقول بالشهادة الثالثة في الصلاة، لكن والله العلي العظيم، لاحظوا دققوا، أتمنى أن أذكر الإمام علي، الإمام الحسن، الإمام الحسين بالتشهد، لكن أنا يجب علي أن ألتزم بمن هو أعلم، أو برأي، أو بفتوى، أو بقرار، أو بما تسمونه سموه، ألتزم بمن هو أعلم مني بهذا الشأن، لذلك أنا لا أقول بالشهادة الثالثة. لذلك في هذا الفيديو مثل ما قلت راح نستمع إلى كلام السيد ضياء الخباز، وأنا قدمت في مقدمة لثلاث أصناف بخصوص هذا الموضوع. الآن نستمع إلى كلام السيد الجليل ضياء الخباز، والذي يبين مبنى السيد الخوي بخصوص دخول الشهادة الثالثة من عدمها. نستمع ونعقب، فخليكم على الفيديو. فقيه حتى يدخل الشهادة الثالثة ضمن التشهد يحتاج أولا إلى طريق ماذا؟ خاص، يعني رواية خاصة تنص على أن الشهادة الثالثة يؤتى بها في التشهد. إذا ما عنده طريق خاص شو يسوي؟ يروح إلى الطريق العام. طريق العام شنو هو؟ التفت لي جيد. طريق العام هو أن يدخل الشهادة الثالثة تحت أحد العناوين العامة التي يسوغ الإتيان بها في الصلاة. شنو عناوين عامة؟ فقهاء يقولوا عندنا ثلاثة عناوين يمكن إدراجها في الصلاة، ماكو مانع ولا تضر بالصلاة. ما هي؟ القرآن. لو واحد قرأ قرآن في الصلاة لا يضر ذلك بالصلاة. اثنين، الدعاء. لو واحد قرأ دعاء معين في الصلاة أيضا ماذا؟ لا يضر بالصلاة. هذا اثنين. ثلاثة، الذكر الاتيان به في الصلاة أيضا ماذا؟ لا يضر بالصلاة. زين، نجيب الشهادة الثالثة الآن. قرآن؟ لا. دعاء؟ لا. بقي ماذا؟ الذكر. فما هو المقصود من الذكر؟ شوف هذه نقطة محورية، شنو المقصود من الذكر؟ فقهاء عندهم رأيان. الرأي الأول يقول المقصود من الذكر هو ذكر الله، أو ذكر نبيه، أو ذكر أحد المعصومين عليهم السلام. هذا رأي. الرأي الثاني يقول المراد من الذكر هو ذكر الله. ذكر أصلا هو اسمه ذكر، ذكر يعني يذكرك بالله،
تقول له شنو يعني ذكر الله؟ يقول التكبير، التهليل، التسبيح، التحميد، هذا يعبر عنه ماذا؟ ذكر، ذكر الله. وهذا رأي السيد الخوئي قدس سره. انجي الآن شهادة الثالثة، ذكر لو مو ذكر؟ على الرأي الأول ماذا؟ ذكر. على الرأي الثاني ليست بذكر. فماذا يصنع مثل السيد الخوئي حينئذ؟ طريق خاص ما عنده، طريق عام أيضا ماذا؟ ما عنده. فهل يفتي بالجواز أو بعدم الجواز؟ يفتي بعدم الجواز. إذن الإفتاء بعدم جواز الشهادة الثالثة في التشهد مو لأنه عنده نقص في اعتقاده أو في ولائه، وإنما لأن الشهادة الثالثة ليست من الصلاة، فلكي ندرجها في الصلاة نحتاج إما إلى دليل خاص إما إلى دليل عام. فإذا لم يكن لا دليل خاص ولا دليل عام يمكن الإفتاء بإدراجها في الصلاة أو لا يمكن؟ يمكن. خلني أبين لك شلون عدم التلازم بين الأمرين. رايح أقرأ لك فتوى للسيد الخوئي أعلى الله مقاما لتعرف كيف أن هؤلاء الصبية يهرفون بما لا يعرفون، وينالون من علمائنا ومراجعنا من غير أن تكون لهم مسكة في علم ومعرفة. سيد الخوئي عند فتوى مهمة ينقلها السيد المقرم أعلى الله مقاما في كتابه سر الإيمان صفحة 60. سيد الخوئي شو يقول؟ لا ريب في أن الشهادة لعلي عليه وعلى أولاده الطاهرين أفضل التحية والسلام بالولاية، شهادة له بالولاية، وإن لم تكن جزءا من الأذان والإقامة. أن يتحدث عن الأذان والإقامة قبل الصلاة، إلا أنها في نفسها مستحبة بلا إشكال، وقد ورد الأمر بها بالخصوص عند الشهادة بالرسالة. شوف شوف الاعتقاد عند السيد الخوئي. فكما أن الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وآله لا يتم إلا بالإيمان بالولاية، لأنه بها كمل الدين وتمت النعمة، فكذلك لا تتم الشهادة بالرسالة إلا بالشهادة بماذا؟ بالولاية. هذا ناقص الاعتقاد، هذا كلام. وقد جرت سيرة العلماء والأبرار على الشهادة بالولاية في الأذان والإقامة لا بقصد الجزئية، يعني ليس من أجزاء الأذان والإقامة. وقد جرت سيرة العلماء على الشهادة بالولاية في الأذان والإقامة لا بقصد الجزئية منذ عهد بعيد من دون نكير من أحدهم، حتى أصبح ذلك شعارا للشيعة ومميزا لهم عن غيرهم. ولا ريب في أن لكل أمة أن تأخذ ما هو سائغ في نفسه، بل راجح في الشريعة المقدسة شعارا لها. سيد الخوئي يقول الشهادة بالثالثة في الأذان والإقامة ماذا؟ شعارنا نحن الشيعة. سيد الخوئي يقول ماذا؟ شعارنا، شعارنا. ولا تتم الشهادة بالرسالة إلا بالشهادة بماذا؟ بالولاية. لكن
شوف شو يقول: نعم لا يجوز ذلك فيما هو ممنوع منه في الدين. يعني أنا شنو أسوي إذا الدين يمنعني في مورد؟ أنا شنو أسوي؟ ومن هنا لا تجوز الشهادة الثالثة في الصلاة. لماذا؟ لأن الدين منع عن كل كلام فيها غير القرآن والذكر والدعاء. شهادة ثالثة قرآن؟ لا. دعاء؟ لا. ذكر على رأيه هو ماذا؟ أيضا لا. فإذا الدين منع من إدراجها في الصلاة أو لم يمنع؟ منع. فليس كل كلام مستحب في نفسه يجوز في الصلاة ما لم يكن قرآنا أو ذكرا أو دعاء، وتفصيل ذلك موكول إلى محله. اتضحت القضية؟ صارت واضحة عندكم إخواني؟ إذن لا منافات بين الاعتقاد الصحيح بالولاية وأنها متممة للرسالة وبين عدم جواز ذكرها في الصلاة التشهد. هذا شيء وهذا شيء، فلا داعي للمزايدات والمرا. هل يوجد نقص؟ حياكم الله من جديد. أولا، هل يوجد نقص باعتقاده أو ولائه أو ولاية الإمام علي عليه السلام أو لا؟ هل يوجد نقص بكلام السيد الخوي أو باعتقاده بالإمام علي عليه السلام ولا أمة؟ إخواني أخواتي، يا من أنا أولا أكو أقسام قسميا يدخل داخل القسم الثالث أو الصنف الثالث اللي يقولون بالشهادة الثالثة والاستهزاء والسخرية والتكفير وجعل العلماء نواصب. هناك أيضا صنف داخل صنف، الصنف الأول اللي هو للأسف الشديد جاهل يكرر فقط لا أكثر ولا أقل. اليوم سمعت صاحب البيج الفلاني قال إن من لا يقول أو من لا يقل لم يقل بصلاته إن الصلاة إن الشهادة واجبة فهذا ناصب، إذا نهاجم نقول نكرر ببغى ببغى ببغى. وهناك قسم هو الذي هو صاحب هذه المشكلة، صاحب هذه المشكلة وهو صاحب توجيهات ويعني سياسة معينة بمحاربة العلماء لشق يعني قوة أو لتدمير، إن صحت العبارة، تدمير قوة التشيع بالتمسك بعلمائه وبمرجعيته. نعم هذا الصنف يدخل في الصنف الثالث. الصنف الأول، أنا أخاطبك أنا كأخ وأنت لي أخ إن شاء الله، أنت وأنا إن شاء الله تجمعنا ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. لذلك أرجوك لا تسلم عقلك للصنف الأول أو للصنف الثاني عفوا، الذي يريد فقط وفقط أن يبعدك عن مراجعك. هذه نصيحتي، وهذا هو كلام السيد ضياء الخباز وأيضا كلام السيد الخوي بخصوص اعتقاده. لكن كل ما هنالك هناك أمور توقيفية وعلماء يلتزمون بها. وفي أمان الله.